إذا توفي أحد أقارب الشخص أو أصدقائه وهم في بلد غير البلد التي هو فيها، فهل يجوز له أن يسافر إلى البلد الذي هم فيه لتأدية العزاء ومواساة أهله في فقدهم، أم أن هذا يعد شد رحل ولا يجوز؟ إذا كان العزاء يشتمل على بدع وخرافات مثل إقامة المآتم التي تفعل في بعض البلاد، فلا يجوز له أن يشاركهم سواء سافر أو لم يسافر، لأن هذا من البدع والمنكرات. إذا كان فيه إقامة مآتم وإقامة نياحة وغير ذلك من ما يفعله المبتدعة فهذا منكر، لا يجوز للإنسان أن يذهب إليه ويشارك أهله لا بسفر ولا بغيره، والسفر أشد. أما إذا كان العزاء مجرد مواساة للأحياء ومجرد تطيب لخواطرهم ودعاء للميت بالرحمة والمغفرة فلا بأس بذلك، خصوصا إذا كانوا من أقاربه، ففي سفره إليهم وعزائهم ومواساتهم وربما يكونون بحاجة إلى حضوره فلا بأس بذلك، لأن هذا من الطاعة ومن المعروف وليس من المنكر. نعم.